مرحب بحضراتكم في الفقرة الثانية والأخيرة. وزي ما كنا بنتكلم في بداية الحلقة أنا وكريم، يعني مباراة القمة يوم الخميس لو كنا كتبنا لها سيناريو تاني ما كانتش هتبقى طالعة بالشكل ده أو أفضل من الشكل اللي طلعت بيه بصراحة على كل يعني الأصعدة. فهقول تاني مبروك علينا وصباح النصر مرة تانية. وعندنا النهاردة مباراة برضو مهمة جدا طبعا المقاولون العرب. خلينا نتكلم في كل التفاصيل مع كابتن جمال السيد نجم الأهلي السابق اللي منورنا. بونجور يا كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ صباح الخير، كله كويس؟ واهلا بيكي واهلا طبعا بكريم، ومبروك علينا طبعا. مبسوطين قوي، عملنا ماتش هايل، جميل فعلا، ماتش كبير، ومفيش اعتقد يعني سيناريو ولا اروع من اللي حصل. كانت مباراه للتاريخ ومليانه تفاصيل محتاجين نقف عند اغلبها، لو قدرنا نقف عندها كلها كمان يا ريت طبعا. يعني بس تعالى نبتدي من الفكره نفسها، فكره الهيمنه والسيطره اللي اتحققت من الدقيقه الاولى، فكره ان انت عندك شوط اول يدرس ثلاث اهداف في شوط واحد، لو اخذنا في الاعتبار كمان الهجمتين اللي ضاعوا بتوع قفشه وكهربا كان ممكن الشوط الاول ده ينتهي بخماسيه. فشفت الماتش ده ازاي؟ عينك كانت بتروح لايه اكتر اللقطات اللي وقفت عندها كتير في الماتش ده؟ طبعا قبل بدايه المباراه كلنا كجماهير النادي الاهلي او محبين النادي الاهلي كنا متوقعين ان المباراه يعني ان شاء الله هنكسبها، بس طبعا يعني مش بدري قوي كده، كنا متخيلين ممكن يبقى في نديه اكتر من كده. طبعا طبقا للسيناريوهات مباراه الاهلي والزمالك السابقه او على مدار التاريخ دايما بتبقى مباراه قويه جدا، المباراه طبعا كانت قويه قوي، بس الاهلي حسمها بدري قوي جدا. النادي الاهلي نازل مركز بشكل كبير قوي، طبعا كل التحيه لكولر، طبعا وصل لعيبه النادي الاهلي لفورمه عاليه قوي. يعني انا هاخد من نهايه المباراه جزء صغير، الهدف الرابع، الهدف الرابع فيه ثبات مش طبيعي النادي الاهلي، وفيه استحواذ هايل تقريبا 19 تمريره قبل الهدف ما يسجل، يعني واضح ان النادي الاهلي وصل لمرحله بدا يتحكم في رتم المباريات بشكل كبير جدا، ان كان متفوق فيها او حتى لو متاخر. هنيجي لو متاخر نرجع شويه مثلا لمباراه الوداد، البطوله النادي الاهلي متاخر ولكن قدر يحسم البطوله في لحظه، النادي الاهلي متقدم نفس الكلام، حسمها بشكل كبير ان انت تكسب رباعيه ونادي الزمالك في توقيت زي ده رغم ان انت واخد الدوري واعصابك مرتاحه. طبعا اعتقد ان هو انجاز كبير قوي، وزي ما قلت لحضرتك كريم تفاصيل كتير جدا في المباراه كلها اعتقد ايجابيات للنادي الاهلي، بدايه من التسجيل في الدقيقه الثانيه والاصرار على التسجيل، بعد كده سجلنا الهدف الثاني وسجلنا الثالث، كورتين واحده في القايم بتاعت مجدي قفشه كان ممكن نطلع بسكور. القايمه كانت مركزه معانا قوي بصراحه. ايه اللي حصل؟ لا لا يعني على الصعيدين بصراحه كانت غريبه جدا. لا ال- 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 النادي الاهلي في المباراه دي احساسي الشخصي، وخاصه انا طبعا بحيي مجدي قفشه، عمل مباراه كبيره جدا وكان اميز لاعب في النادي الاهلي في ال- في ال- في ال- في, ال- في بدايه المباراه. وبعد كده طبعا حسين الشحات عشان سجل، حسين مركز كويس وسجل هدفين. قصة نجاح كابتن جمال، يعني بجد لو نسمع عن كمان بداية حسين الشحات وهو كان بيتكلم في احد اللقاءات، يعني وكان بيقول قد ايه كان يعني الظروف كانت صعبة جدا، والواد ما بيناموش يعني بينام من غير عشاء واشتغل في بنزينة واشتغل يعني عشان كان عنده ثقة، وكان امه بالذات كانت داعمة بشكل كبير. فهو حسين الشحات قصة نجاح انا بشوفها لا تقل عن قصص ناجحة زي عندك طبعا مع الفوارق البسيطة، لكن عن محمد صلاح وغيره، عن اي رياضي او اي بطل قدر ان هو من ظروف صعبه جدا يمكن كمان تكاد تكون لا شيء، يعني ما فيش ظروف حتى ليه بطل قدر ان هو يخلي الناس كلها تحبه ويبقى ناجح مع النادي الاهلي او في المكان اللي هو فيه. بتشكل ارتباط شرط يعني بين المعاناه وتحدي الظروف وبين النجاح المدوي. صحيح طبعا، دي حاجه طبعا حاجه كبيره قوي ان اللعيب يبقى عنده الاصرار والطموح ده، وخاصه ان هو بيحكي قصه حياته طبعا بكل فخر، واحنا فخورين بيه بمنتهى الامانه، لان يعني في ناس كتير جدا معظمنا ان مر بمعاناه كبيره، ولكن اصراره ان هو يبقى يعمل حاجه لنفسه ويعمل حاجه لاهله طبعا كل طريق النجاح ما بيجيش بسهوله، اللي فاهم ان النجاح سهل ده ما جربوش لا يعني. لا خالص بالظبط، المعاناه اللي عاناها حسين في فترات طبعا سابقه او بدايه حياته وبعد كده بدايته في مصر المقصه، وبعد كده انتقل لنادي العين الاماراتي، وبعد كده رجع النادي الاهلي ودي احسن محطه ليه طبعا بالظبط، الترن اوفر بتاعه بالظبط، وصل لاعلى درجات القمه. ازاي انا في نادي الاهلي باخد بطولات، ممكن بلعب في انديه كل احترامي للانديه السابقه اللي كان بيلعب فيها طبعا، ولكن النادي الاهلي حاله خاصه، النادي الاهلي بيوصلك للبطولات، الناس كلها تعرفك، بتعمل حاجه حاله مش طبيعيه لسعاده الجمهور النادي الاهلي، بيوصلك لليفل العالمي. هو في تاني نادي يعني احنا ناسينه مثلا بيوصل ليفل عالمي في مصر؟ لا ما افتكرش طبعا، لا ما افتكرش. مع كامل احترامي كلامنا بيزد على وقائع. طبعا كلامنا كلامنا مبني على وقائع وارقام،
فحسين في فتره في فتره ما شاء الله عليه يعني وصل لتوب فورم اعتقد يعني فورم عاليه وان شاء الله يحافظ عليها ان شاء الله. واعتقد النادي الاهلي طبعا قدره بشكل كويس اكيد وعمل له تجديد وعمل له عقد كويس شايف ان هو كويس جدا بالنسبه لحسين واعتقد ان حسين قد المسؤوليه اللي واضحه قوي على حسين الشحات بقت واضحه كمان على كل اللعيبه حتى الاصغر سنا بالمناسبه يعني تمام. فكره ان في ثقل متحقق في يعني مع اللعيبه برضو مرجعيتها ايه؟ هل هي كولر 100%؟ لا كولر بنسبه كبيره قوي. كولر عمل حاله من اللعيبه كون ان انت يبقى عندك الكم ده من النجوم لعيبه كبار ولعيبه كويسين وانت عن يعني قادر ان انت تقنعهم بشخصيتك ان امتى تلعب وامتى تقعد على تقعد دكه او ان انت تقعد احتياطي مستني دورك حتى اللي بينزل بيبقى بيقاتل عشان يعمل حاجه. وعندنا مثال محمد شريف طبعا. في نفس المباراه طبعا. محمد شريف قاعد فتره وبقى له فتره غايب عن التهديف ولكن اصراره ان هو يعمل حاجه للنادي الاهلي ويعمل حاجه لنفسه حتى فرحته بعد الجون واضحه جدا فرحه طاغيه طبعا. فدي برده الحاله دي عملها كولر ما ننكرهاش ان انت بتوصل للعيب ان انت عندك قناعه ان انا قاعد على الدكه وهنزل هيبقى لي دور دي مهمه جدا ولما بنزل ببدا اساسي حتى في كل مباراه بيقدر ان هو يغير حتى الطريقه بتاعته شكل الطريقه بتاعته بقى له فتره طويله بيلعب 4-3-3 كان بيلعب الثلاثة نص الملعب بدأ دلوقتي ماتش مباراة الزمالك لعب 4-2-3-1 وأسوريو بصراحة خدمنا جدا بطريقة اللعب اللي لعب بيها بصراحة بصراحة يعني احنا مش عايزين احنا مش زعلانين أبدا يعني استغلال الفرص بالظبط. ما هي الكورة عبارة عن إيه؟ عبارة إن أنا التفوق إيه؟ يا إما أنا أجيد إجادة تامة والفرقة اللي قدامي برضو كويسة أو إن أنا أجيد إجادة إجادة معقولة والفرقة اللي قدامي كمان تساعدني فلما استغل بتحصل بقى أيوه بتحصل الحالتين دول المدرب الشاطر اللي يستغل إيه الظروف اللي ساعدت كولر بقى إنه يعني اللي ساعدت كولر إحنا طبعا اللي هي أخطاء المنافس اللي هي أخطاء المنافس إن لعب في نص الملعب لعب بدون اتنين مدافعين أنا بلعب النادي الأهلي يعني أنا طبعا يعني غريبة أوي الصراحة غريب فضى نص الملعب وإزاي يلعب بأحمد فتوح جوه الملعب وأحمد خطورته كلها ناحية الشمال بالزبط. أحمد فتوح لعيب متميز ضيع خطورته أحمد سيد زيزو من أفضل اللعيبة في مصر دلوقتي لعبه المفروض إن هو بيلعب ما بين خط الدفاع وخط وسط الملعب لأي منافس ده لاعبه قدام وسط الملعب بتاع النادي الأهلي اللي فيه ديانج وفي محمد فخري وفي أفشة فبقى قدامهم انا لما رايب قدامي غير لما بيبقى عامل لي قلق ممكن يبقى بيني وبين المدافع ورا انا كنص ملعب دي حته فنيه مهمه جدا اخطا فيها بشكل كبير ولكن النادي الاهلي التفوق الواضح كان خلاص سيطر على نص الملعب فبدا الاهداف حتى هو حاول يلحق نفس الشوط الثاني باربع تغييرات او ثلاث تغييرات ولكن خلاص النادي الاهلي سجل بعد ايه بعد احنا كنا ثلاثه خلاص الموضوع بقى صعب جدا بس اللقاء بتاعنا برده في الشوط الثاني قل نسبيا هو هي دي ده حصل فعلا وحصل كام هجمه لنادي الزمالك منهم واحده في العارضه والشناوي والصد الواحده حصل بعض الاخطاء برضه حصل ارتياحيه للنتيجه قوي انت برضه نادي الزمالك نادي كبير طول ما انت بتلعب بس الجول اللي جه كابتن جمال ما هو جاي برضه يعني ضربه جزاء ما هواش جاي بناء على لعب حلو يعني هو ده ضربه جزاء وحصل انما الزمالك برضه زي ما بيقول كريم ليه فرصتين ثلاثه تحس ان هم قربوا من الجيم شويه النادي الاهلي حصل سنه مش عايز اقول تهاون لا يعني سنه ايه سنه ثقه في النفس زياده ولكن لما حسوا بالخطوره بداوا يركزوا تاني ورجعوا يعني رجعوا لتركيزهم بشكل كبير وهجموا كذا مره صح وهجموا وقدرنا ان احنا دايما مستحوذين على الكوره وده اللي عمله كولر انا في لحظه لما ببقى انا كسبان والكوره معايا طالما انا مستحوذ يبقى عندي اريحيه انا الكره في رجليا ده هدف محمد شريف بالمناسبه ده كانت اللمسه ال 20 تقريبا يعني كان في 19 تمريره 19 تمريره ما هو ده اللي بقول لك عليه اللي قدر ان هو كولر يوصله لمرحله استحواذ جيد والاستحواذ الجيد ده اوقات الاستحواذ ده ليه هدفين يستنزف الخصم تمام الهدف الاولاني ان انا بستنزف الخصم وبستنزفه نفسيا كله محتار مش عايز اخد الكره مني والهدف الثاني ان انا مجرد ان انا الاقي ثغره صغيره زي الكره اللي راحت لديانج تقريبا التمريره كانت 18 راحت لديانج ناحيه الرايت قام عملها بالعرض محمد شريف سجلها ده كان الهدف الرابع هو الهدف الرابع ده هدف أيوة. عالمي بينت قوي سيطره النادي الاهلي والثبات اللي عندهم وانا مسيطر على الكوره باستحواذ في استحواذ سلبي وفي استحواذ ايجابي احنا وصلنا للاستحواذ الايجابي ان احنا وصلنا سجلنا منها هدف فدي من الحاجات الايجابيات اللي عملها كولر لازم تحسب له مباراه كانت رائعه وكنا بنتمنى ان احنا نشوف اداء رائع ونتيجه رائعه فالاثنين كانوا محققين يوم الخميس الحمد لله وتم تحقيقهم هنرجع تاني طبعا لهذا الماتش او ماتش الاهلي والزمالك يعني وهنتكلم في بعض برضو الامور الفنيه لكن عايزه برضو عشان الوقت نروح لماتش المقاولين النهارده واكيد كابتن شوقي غريب مركز جدا واكيد هيبقى داخل بطموح معين
وعلى الصعيد الثاني احنا كاهلي وكجماهير نادي الاهلي عايزين نستمر على فكره موسم بلا هزيمه بحقنا ونقدر نعمل ده بالمناسبه. فبرضه سير المباراه، شكل النهارده، اللاعب، الفنيات، كابتن جمال تقول لنا عنها ايه؟ هاجي لطموح الكابتن شوقي غريب زي ما حضرتك قلتي، في هدف شوقي غريب اعتقد في المركز السابع على ما اعتقد، ولو المباراه دي حقق نتيجه ايجابيه اعتقد، لو طبعا يعني حقق نتيجه تعادل مثلا مع نادي الاهلي اعتقد ان هو هيوصله للسادس. لما بفنش برضه سادس بتبقى مكانتها كويسه بالنسبه للانديه او بالنسبه للانديه اللي بتلعب على المراكز زي، فهتلاقي عنده طموح، عنده هدف ان انا اعمل حاجه مع النادي الاهلي. نيجي للنادي الاهلي، اصرارنا ان احنا نفنش الموسم بشكل كويس بدون هزيمه. كل لما انت بتعمل ريكورد النادي الاهلي دايما بيدور على الارقام القياسيه. النادي الاهلي مش عايز اقف ان انا خدت بطوله، لا خدت بطوله كمان باهداف تانية، والهدف ان النهارده ممكن يكسبه النادي الاهلي كمان يكسب بعض اللعيبه الناشئين. انا شفت السكور، شفت القايمه، في لعيبه كذا لعيب من الناشئين، في كريم الدبيس وفي محمد زعلوك، وده مظبوط جدا انه بالزبط. يحصل دي اللعيبه دي لو اشارك النهارده في اجزاء من المباريات ممكن تعلن عن نفسها وتبقى ذخيره جيده للنادي الاهلي في السنوات القادمه. ده هدف علاوه على الارقام القياسيه اللي انا بقولها بقى او حضرتك قلتيها، ان احنا بلا هزيمه بنحقق اكبر عدد من الفوز، النتائج الجيده للنادي الاهلي دي، كل دي بتسيب اثر ايجابي، بتعمل حتى انت حاله تانية للاستعداد للمواسم الجايه او البطولات الباقيه زي بطوله السوبر، نقطه انطلاق للي جاي بعد كده في اي مشاركه للنادي الاهلي بتبني عليه. بالظبط، بتبني عليه. طيب فكره الدفع لمحمد فخري والبوزيشن اللي هو بيلعب فيه، يعني برضو انت شايفها ازاي؟ اولا انا شايف ان يعني كولر كان جريء قوي في الـ في الـ في الـ في الدفع بمحمد فخري من بدايه المباراه. محمد فخري ادى اداء جيد، انما اعتقد ممكن كان يبقى احسن من كده، ولكن طبعا هو في الظروف دي كشاب لسه بيلعب او لسه بادئ برضه بيلعب ماتش، بيريح ماتش، بيلعب ماتشين دكه، بس هو موجود في معظم قوائم المباريات مع مستر الكره، هو عنده قناعه بيه. محمد فخري خامه كويسه بس لسه قدامه شويه يزداد خبرات، اعتقد ان هو هيبان له شان احسن من كده. طيب خليني اروح مع حضرتك برضو كابتن جمال ونعمل، انا دايما لما بيجي لنا ضيف يعني من الزمن، شو الزمن الجميل، مش هكبرك قوي لا من الزمن الجميل يعني لا من الاجيال السابقه اللي كانت منوره جدا وقدمت برضو يعني متعه كرويه حيه مع النادي الاهلي. الماتشات اللي زي كده ويعني لقاءات القمه برضو لو نرجع ليها، السيناريوهات لو تحكي لنا شويه عن لقاءات القمه وايه كانت السيناريوهات او الازمنه او السنوات اللي كانت قريبه شويه من الماتش اللي احنا شاهدناه يوم الخميس. هي عاده ماتشات النادي الاهلي والزمالك دايما بتبقى تحس ان هي بتبقى ليها كده حسابات او كده وليها حسابات خاصه، زي ما بيقولوا في قمه خاصه صح، وفي ارقام خاصه بالدوري العام ان انت بتحسم بيها دوري، بتقدمك على النادي المنافس ليك دائما اللي هو بيبقى تاني وراك بينافس معاك، فدايما بيبقى ليها التفوق واضح. ولكن حلاوتها بالنسبه لجماهير النادي الاهلي وعشق النادي الاهلي ان هم يكسبوا نادي الزمالك، دي في حد ذاتها بتبقى بطوله خاصه صح، بيحسوا بيها قوي. يعني انا في مباراه كنت من المباريات اللي لعبتها كان في سنه 93، كنا جيل طبعا كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم وكابتن علاء عبد الصادق وكابتن هادي خشبه، لعيبه كلهم كبار، ومحمد يوسف واسامه عرابي، كنا جيل كبير قوي. طب كنا بننزل ماتشات الاهلي والزمالك دي بنبقى حاسين بمدى اهميتها للناس قبل ما انت تحط نفسك في دوري عام او هدف شخصي، هدف عام ان انت بتنافس على دوري. فالمباراه دي كانت في 93 وكسبناها 3-0، قد ايه كنا حاسين كانت في استاد المقاولين العرب بالمناسبه. فقد ايه كنت احساسك ان المباراه دي وانت خارج وانت داخل المباراه حاسس باهميتها وشايف جماهير النادي الاهلي متعطشه قد ايه ان انت تكسب الماتش ده، بعيد ان انت اول او تاني او اي مركز، احنا كنا متصدرين الدوري وخدنا الدوري في السنه في السنه دي. فاحساسي انا حتى كلاعب كان بيبقى احساس غير خالص. دلوقتي وانا مشجع بقى، انا في صفوف المشجعين، بعيد ان احنا متواجدين في النادي الاهلي او خارج النادي الاهلي في العمل مثلا في اداره كوره او في قطاع ناشئين ايا كان، بتلاقي نفسك برضه انت مرتبط، تقعد منتظر المباراه، عايز النادي الاهلي يكسب، فذكريات كلها متميزه لمباراه النادي الاهلي، تقعدوا تفتكروا بقى كده. طبعا لازم، مجرد ان انا بتفرج على المباراه بتقعد بقى عقلك بيروح بقى للماتشات اللي انت لعبتها طبعا مع نادي الزمالك، والحمد لله كسبنا نسبه كبيره منها ومعنا اجيال كلهم الحمد لله. الفتره دي كانت اروق نسبيا بالمقارنه بدلوقتي، لان يكفي ان هي كانت تخلو من السوشيال ميديا، ودي حد ذاتها بتضخ كميات
طاقه سلبيه في بعض الاحيان، اراء مغلوطه في بعض الاحيان، ممكن كتير. تزرع ضغينه بين جماهير فرقتين كبار في كتير من الاحيان. هي دي الدنيا اهدى شويه، اهدى كتير، ما كانش في السوشيال ميديا ده خالص. دي الماتش في التلفزيون كان برنامج بالليل واحد بس، كاميرا في الملعب والصحافه الرياضيه الجرايد بالظبط اللي هي المقروءه خلاص. انما انت دلوقتي بتعمل ممكن كل واحد رايه الشخصي ممكن ياثر على الناس. البسطاء كتير وبيصدقوا الكلام ده، ممكن واحد تويته صغيره، بوست في فيس، اي في اي مجال من وسائل الاعلام بتلاقيه عمل مشاكل وبتتفضي بسرعه، بتعمل مشكله بسرعه جدا بين الجماهير. ما في ناس بتصدق وفي ناس برضو اكثر عقلانيه بتلاقيها متزنه، الموضوع ما بيفرقش معاها كتير. ولكن ناس البسطاء كتير جدا يصدقوا ويبقى عندهم قناعه ويقتنعوا بالكلام ده، ومعظمه للاسف بيبقى رايح في الاتجاه السلبي، يعمل ضغينه، يعمل مشاكل، يعمل احتقان ما بين الجماهير. ولكن انا عايزهم ياخدوا الكوره، انت بتتفرج على الكوره وقت الفراغ بتستمتع، تحب الكوره تتفرج، خلاص المباراه انتهت خلاص. حتى لو من باب في ناس واخدينها من باب اللي يقول لك احنا بنهزر، احنا بنحفل بس بتهريج، ولكن فعلا اوقات بتسيب اثر كبير وبتعمل مشاكل. بلاقي ردود افعال صعبه، تبص على الكومنتات تلاقي لا في كومنتات شرسه وتبقى صعبه تعمل مشاكل. هو ليه اصلا بيتم الالتفات للكومنتات؟ يعني مش فاهمه، يعني مين صاحب الكومنت اللي انا المفروض اديله قدر مع احترامي يعني للجميع اديه قدر من الاهتمام واركز هو بيقول ايه؟ يعني معلش يعني ده أنا لما يبقى في كلام مش موزون من شخص مش موزون، يعني بتحصل للاسف بتحصل، ولا المفروض تحصل. بيبقى ليه تاثير على جماهيرنا دي، بيبقى شايفينه قيمه كبيره ايا كان ان كان. يعني الجماهير اللي تزعل مش اللاعب. لا انا لا لا بتكلم الجماهير. المفروض اللاعب ما يلتفتش خالص. لا. يعني اللعيب عايز يقول حاجه يقول انت مين تمام. اصلا اللعيب ده كلام محترم، اللعيب لازم يبقى في شغله بس. ومعظم اللعيبه دلوقتي في لعيبه محترف خلاص بدا الموضوع ان انا بروفيشنال، يعني يبقى في دماغي بشكل كبير بس يهتم، ممكن ما يمسكش الموبايل كتير لان هي هتعمل له حاله سلبيه. ولكن انا بتكلم على الجماهير الشريحه الاكبر، عارفه على اللعيب لوحده ممكن يخرج من حاله. جماهير الاهلي عايز اقول لك يعني هي كفيله ان هي ترد، يعني والله العظيم ما في اي اساءه لحد بينتمي شازم لاعب هم بيخشوا يردوا. ما احنا ميزه ان احنا الحمد لله في مصدر قوه على طول، يعني بنتائج ببطولات بكل حاجه جماهير النادي الاهلي، فتلاقيهم دايما راكبين الترند. يعني احنا العدد الاكبر ده معروف، يعني حتى لا ده معروف يعني. انا عايز اقول لحضرتك يوم ماتش كانت معايا والدتي، كنا رايحين لقرايبنا هنتفرج، فداخلين هي نفسها كان نخش نجيب من مقله يعني بعض الحاجات بقى الحاجات اللي زي كده. انا كنت لابسه تيشرت الاهلي وقتها، فلما دخلت الناس كلها يعني والله العظيم 99% اهلاويه، والنهارده كام والتوقعات وبتاع، كان في عدد قليل جدا الزملكاويه يعني، فالروح كانت حلوه، وحتى كانوا عايزين يجاملوني وبتاع قلت لهم لا يعني لا متشكرين يعني يا ربع سوداني اصواني ربع حلو كده كانوا عايزين يجاملوني شويه لب وبتاع يعني لو ليا انا ماشي بس مش على حساب النادي. والله العظيم ناس لا لطيفه لا. يعني بس يعني حركه حلوه وناس لطيفه ودي الروح الموجوده في الشارع عامه يعني والله ناس كتير كده فعلا، يعني انا ببقى مبسوط قوي جميل. وفي ناس انا زمايلي كتير زملكاويه متزنين ويباركوا لي والدنيا حلوه، حتى لو في هزار وبنتكلم في تحفيل كده بسيط بس الدنيا بتبقى جميله. كمصطلح كان موجود من قديم الازل على القهاوي على الضيق كده، بس كان في لطافه متبادله. ايوه ما كانش في اسفاف ولا سب وقصف ولا تهميش من الاخر وتصريحات غير موزونه زي اللي لسه كنا بنقولها النهارده. بالظبط يا كريم، زي ما بنتكلم احنا بنبقى قاعدين على الكافيه انت واصحابك تلاقي خمسه سته مثلا في وسطنا مثلا اتنين زملكاويه او واحد، ممكن بنهزر بنضحك الامور بتبقى بسيطه عادي ولطيف ومقبول. بالظبط ومقبوله، غير بقى اهانات من غير تقليل من غير نقد ملوش لازمه. ده اللي انا بتكلم فيه بقى محترم. المشكله ان دي بتيجي من ناس اوقات زي ما قلت لحضرتك قبل، بتيجي من ناس اوقات بتبقى ناس مسؤوله، ناس كبيره، ناس تصدقك انت كنجم، ممكن ده واحد يتكلم لا، يبقى انت لازم تبقى على قدر كبير من التوازن في تصريحاتك. وما كانش على قدر كبير من التوازن في تصريحاته لا مش هتسكت، هتتحاسب على اللي انت قلته. ده انت فقول اللي انت عايزه بس انت هتتحاسب، حتى لو مسحت تويته او شلت التصريح بتاعك هتتحاسب عليه. لا يعني طبعا مفيش شك. فاحنا يعني اللي عايز يقول حاجه يا جماعه يقولها بس يتحمل نتيجتها، هي دي النقطه بقى. دي نقطة. لكن نغلط في بعض ونبقى الموضوع مباح ان احنا نتكلم على سيره بعض ونتكلم في حاجات مالهاش علاقه بالموضوع، يعني انت خرجت لي بره اطار الرياضه تماما وبتجرح في ناس، يعني انت عايز توصل لايه؟ فيعني اللي عايز يقول حاجه يقولها بس المحاسبه لازم هتكون اكيد. خلينا بقى نشوف المنتخب واخد بالك ازاي، لان برضه ايه بقى في تفاؤل عند ناس كتير قوي وشايفين ان احنا بعد المجموعه الحلوه اللي رحنا فيها ان شاء الله هي مسيره لحد دلوقتي ناجحه الحمد لله. قرعه لطيفه يعني الى حد كبير جدا طبعا، يعني مع اكيد الاحترام الكامل لكل المنتخبات، لكن هي نسبيا اهدى بكتير من غيرها.
لا ما فيش شك طبعا. ما فيش شك. احنا بص لمجموعتنا خلينا واقعيين، ولكن مش عايز اخدها بمدى ان انا التهاون يعني. ان انا وصلت. لا، لازم مجهود ولازم تعب ولازم يبقى في اصرار على المكسب. احنا تيم كويس، فرقه كويسه. بدانا الفترات الاخيره رغم ان احنا اوقات الاداء ما بيبقاش مقنع قوي، ولكن بتقدر تحقق. بتتكلم معلش على منتخب مصر ولا بتتكلم على المنتخب الاولمبي؟ لا، المنتخب الاول. اوكي. المنتخب الاول بالنسبه لتصفيات كاس العالم، مجموعه كاس العالم اللي احنا وقعنا فيها، انا شايفها ان هي يعني نسبيا مجموعه كويسه. ولكن طبعا زي ما قلت، احنا في بقالنا فتره في اتجاه ان احنا بنحقق نتائج، ولكن الاداء ممكن ما يكونش كويس قوي. مطلوب هو غينيا وجيبوتي واثيوبيا ومين تاني عشان ما يبقاش ناسيه؟ هم الاربع بصراحه، غينيا وجيبوتي بوركينا فاسو تقريبا. تقريبا بوركينا فاسو اعتقد. انا في حاجه ناسيها، هي اقواهم اللي انا شفت المجموعه اقواهم، سيريالون تقريبا، بوركينا فاسو. فتخيل انت بتاريخك الكبير ده اللي هو اللي هينافسك رقميا. الكره طبعا ما فيهاش الكلام ده، ولكن احنا بنحسبها حسبه بالارقام. منتخب مصر في المجموعه دي هو اعلى منتخب اسما، ارقام، تحقيقا للبطولات في كل حاجه. طب ده فيما يتعلق بوجود مصر في المجموعه دي تحديدا. تعال نقول ان احنا ان شاء الله هنصعد بالفعل الكاس العالم. تمام. في ضوء رؤيتك للوضع الراهن للمنتخب الاول، شايف فرصه ممكن توصل لفين في كاس العالم؟ مع طبعا بقى مش محتاجين. لا، الفرق الكبير هي حساباتها كريم. بمعنى انا دلوقتي عندي هدف التارجت بتاعي الاساسي ان انا اوصل كاس العالم. بمجرد ان انا هحقق التارجت الاساسي بتاعي بيبقى ليه حسابات ثانيه في دخولي كاس عالم ولعب كاس عالم مع الاستعدادات الجيده، مع الاسماء الكبيره. الحمد لله عندنا محمد صلاح باللعيبه المتميزه جدا، يقدر دلوقتي في الفترات دي وصل من النضج ان نقدر نحقق حاجه في كاس العالم، او على الاقل يبقى لنا تارجت نعدي الدور الاولاني. فمش عايز اقول نروح لبعيد، نروح دور الثمانيه، نروح دور الاربعه، وما نروحش. خلينا احنا شفنا السعوديه وارد، بتروح وشفنا المغرب بتروح. وارد وارد وارد، ولكن انا عايز ابص الاول نظره واقعيه. النظره الواقعيه حاجه، ولما باجي برضو وانا ماشي مع التحقيق والطموحات بتاعتي والاصرار ممكن اعمل حاجه افضل زي ما السعوديه عملت. دي مش بعيد علينا، انما طبعا احنا ناخدها خطوه خطوه. في تصفيات كاس العالم القرعه خدمتنا بشكل كويس قوي، مع جزء بسيط من التركيز. بسيط، انا شايف كده. انت المنافس المباشر بتاعك بالنسبه للاسماء دي كلها تكسبها بره وجوه. بوركينا فاسو افضلهم تاريخا، وغينيا. غينيا برضه، بس غينيا مش على المستوى ان هي غينيا احنا لسه ملاعبينها، لسه ملاعبينها في التصفيات الكاس الامم وكسبنا، عملنا الشوط الاولاني. كان ماتش حلو، ماتش كان ماتش قوي. احنا كنا ملخبطين الشوط الاولاني وهم سجلوا هدف، واحنا قدرنا نرجع للمباراه وكسبنا 2-1. ولكن برضه في فرق كبير، فروق فنيه كبيره جدا بيننا وبينهم، نقدر ان احنا نكسبهم باي شكل او باي صوره. يا مسهل. المستويات واضحه، في الفروق الفنيه يعني رايحه لصالحنا بشكل. بس لما تروح المعترك نفسه بقى الوضع وضع تاني. صحيح طبعا، تقايل العالم بقى بالظبط. انت ما تروح كاس عالم ده موضوع تاني بقى، ده حسابات تانيه وتركيز تاني ونعمل حاجه كويسه. صحيح. كابتن جمال، حضرتك دلوقتي كنت بتذكر يعني سريعا موضوع او اديت مثال بالسعوديه، وعندنا امثله كتيره مش بس السعوديه، يعني قدروا ان هم في الفترات الاخيره يطوروا جدا المنظومه عندهم. مصر كانت يعني في حته بعيد قوي عن اللي دلوقتي بنقارنهم بالاداء او الفنيات في مصر او المستوى، احنا كنا في حته اعلى بكتير. لكن لما اجي اتكلم فار بقى، اتكلم يعني خلينا نبقى يعني عندنا عدل في الكلام، بحياديه تامه. هل احنا لدينا من الامكانيات، وهتكلم كمان من الامكانيات اللي انا اذكرها الماديه اللي تقدر تمكنني ان انا اطور المنظومه عندي؟ لان المنظومه مش هتعلو بس او هتتطور بفنيات او كوادر جيده او تحكيم جيد، لا، هي حاجه شامله. وعشان اصلا اطور ده محتاجه كمان فلوس. تمام. عشان اطور فنيات واجيب يعني كوادر كويسه واطور التحكيم واطور الفار والكاميرات والكلام ده كله، ده محتاج فلوس. تمام. واجيب صفقات ومدير فني. فالمنظومه محتاجة أمور عديدة، منها المادي أو الشق المادي. الشق المادي هو اللي نجح كل ده. فأنا لما أجي دلوقتي أتكلم بمنتهى الصدق، يعني السعودية لديها من الإمكانيات، أنا هتكلم على السعودية تحديدا، أنا حضرتك قلت السعودية. بالزبط. السعودية عندها إمكانيات مادية أنليمتد يعني. طبعا طبعا رهيبة، بدليل اللعيبة اللي جايبينها. ينقصها يمكن بعض الفنيات أو المواهب. أنا عندي على الصعيد الثاني فنيات والمواهب، لكن ليس لدي القدرة المادية، ولن يكون هناك القدرة المادية مقارنة بالسعودية. فأنا إمتى هقدر أقول أنا واصل تاني للمكانة اللي مصر كانت عليها، وأطور بقى وأحسن وأوصل للأعلى؟
خلينا نبقى صراحه، ناخد الجانب المهم او الاولاني، خليني في الشق المادي وده جانب الاهم، انما الجانب المهم الجانب الفني او التقنيات الفنيه كلها كمنظومه، بدايه من مجلس اداره الاتحاد كوادر جيده لاداره الكره المصريه، نيجي الكوادر لاداره التحكيم المصري زي ما حضرتك قلتي، نيجي للجزء الفني، احنا عندنا المواهب وعندنا الشغل الفني في قطاعات الناشئين بشكل جيد جدا كويس، وبنقدر نطلع لعيبه متميزين على مستوى قطاع الناشئين في انديه كتير جدا، اهلي وزمالك وبيراميدز وفيوتشر والمقاولين وام بي، كل الانديه دي عندها كوادر تقدر تطلع الفنيات المتميزه. نيجي للجانب الشق المادي المهم قوي اللي بيساعدني على الجانب الاكبر اللي دلوقتي بتستعمله السعوديه في انتشار المواهب الفنيه بشكل كبير وبيساعدوا على انتشارها، زي استقطاب السنه اللي فاتت استقطبوا كريستيانو، السنه دي بنزيما وكانتي واسماء كبيره جدا تقدر تفرق في الاحتراف السعودي بشكل ده. عندهم الجانب المادي اللي هو قدر يوصل لهم الجانب الاحترافي المتميز ان اللعيبه دي تفيد البلد بشكل كويس واللعيبه اللي حواليهم يقدروا يستفادوا منها. بس هم في المنتخب برضو هيبقى المستوى ايه؟ ما هو ما هو ده اللي انا بقوله، اللعيبه اللي هم المواطنين او اللعيبه اللي هي السعوديين ولاد البلد، ولاد البلد استفادوا بشكل كبير رغم ان زاد عدد المحترفين، يعني انت بتلاقي مثلا في مباراه النصر والهلال بتلاقي فرقه النصر مثلا 7 محترفين وبيلعب 4 مواطنين بس سعوديين او 5 على اقصى تقدير في كل فرقه، فبتلاقي عدد قليل، بس العدد القليل ده اللي هو متميز قوي، اللي هو عمل ايه؟ مركز قوي في شغله الفني عشان يبقى له دور في وسط بلعب في وسط كريستيانو بنزيما. هو الاولى ان انت تجيب كريستيانو وتدفع له المبالغ الطائله دي، ولا بربع المبلغ اللي هو هياخده ممكن تقوم الناشئين بتوعك وتقوي ما دي لونج تيرم بلان؟ ايوه ده يعني عارف في مثل يعني مش فاكر كانت ايه مفرداته بس ما معناه يعني ايه شراء العبد ولا تربيته، في مثل كده موروث. هو ده ما هو ده اللي بيحصل دلوقتي، هو ده اللي بيحصل دلوقتي، هو بيشتغلوا على خطه طويله المدى وقصيره المدى. طويله المدى اللي انت بتقولها الشغل على قطاع الناشئين، لكن قصيره المدى لا، وده شغل صفقات. لا احنا انا اشتغلت هناك مع الكابتن عادل عبد الرحمن، خدنا 5 انا بقيت خبيره والله عندهم. اه لا والله العظيم انا حاسه كده. لا 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 نخش المحلل الرياضي نستفيد بالكوادر المهمه دي اللي قاعده معايا جدا. ايوه ايوه والله انا حسيت نفسي بقى يعني اتفضل يا كابتن جمال. لا حاجه حلوه، لا لا في تطور كبير صراحه. امال 3 سنين اهو. لا لا ما شاء الله كل حاجه من الاهلي اتطورت يا فندم بالفتره جت على نهاوند. لا لا الحمد لله انتوا ادام الخير كمان بطولات ما شاء الله عليك انت وكريم، يعني حاجه حلوه يعني. اتفضل ربنا يوفقكم. فدي الجزئيه اللي بنتكلم فيها، زي ما كريم قال انا ممكن المبلغ بربع المبلغ، لا هم اشتغلوا على الناشئين واشتغلوا بشكل كويس جدا وعندهم كواليتي خامات كويسه اشتغلنا معاها. انا كنت مع كابتن عادل عبد الرحمن عملنا نتائج كويسه قوي على مستويات قطاعات الناشئين مع فريق اولمبي وفريق ناشئين وفريق شباب في السعوديه. في السعوديه عندهم خامات كويسه، لما بداوا ان هم يجيبوا الخبرات اللي من بره زي اللعيبه الكبيره دي، غير ان هم ليهم اهداف تانية، هم ان يكبروا البلد ويكبروا اسم السعوديه في مجال رياضي مثلا باللعيبه الكبيره، فبدات انظار العالم كله او انظار العالم العربي تتجه للسعوديه. ناس انت شوف المتابعه بقت قد ايه بالنسبه لقنواتهم، بالنسبه لاذاعه المباريات، فدي بالنسبه لهم برضو افاده عشان عندهم الشق المادي. الدوري بتاعهم قوي جدا، قوي جدا طبعا، مفيش حاجه اسمها فرقتين بينافسوا. لا لا بقى ممتع، عندهم 5 فرق بتنافس، عندهم 5 فرق كبار، النصر والهلال والاتحاد والشباب وصعد كمان الاهلي بعد ما اهلي جده بعد ما هبط السنه اللي فاتت، امكانيات ماديه رهيبه. الخمسه الكبار دول بيتسابقوا دلوقتي في احضار الصفقات الاجنبيه الكبيره جدا اللي تقوي فرقتهم ويقوي المواطنين اللعيبه اللي هتادي وتوصل يلعبوا اساسي في وسط النخبه الكبيره دي، فده جانب مادي مهم جدا احنا لو وصلنا له هنا في مصر، وده لسه قدامنا شويه طبعا، اعتقد قدامنا شويه كتير، ولكن احنا عندنا الخامات والمواهب، ولكن عايزين تحسين شويه بالنسبه للكوادر الفنيه والكوادر الاداريه، ده اللي يقدر ينجح. هو ملف كبير كابتن جمال، محتاج فعلا يعني كل شق فيه كلام كتير. لا موضوع كبير. طبعا طبعا اتمنى الافضل في لقاء جاي. انما ملخصه زي ما انت قلتي الجانب الفني التقني اللي بنسموه التقني او الفني والجانب المادي، وده مهم جدا. نتمنى بقى مع تغيير اسم الدوري وطبعا اللي هو بيصحبه تعديل وتطوير كبير جدا ان شاء الله في الدوري في الموسم القادم، دوري النيل اللي كان برضو فيه وعود ان هيتم اختلاف او هنشوف اختلاف كبير جدا في كل حاجه
افضل ان شاء الله الموسم القادم. فباذن الله نشوف اختلاف وفعلا زي ما بيتقال ونشوف نتائج على الارض برضو، ولو حتى كانت البدايه يعني هنبقى احنا ماشيين بس تمشي في الطريق السليم حتى لو خطوة ولو في الاول، ده افضل بكتير ان انت تكون متخبط. نورتنا يا كابتن جمال بجد كالعاده، والف مبروك علينا مره ثانيه. مبروك للنادي الاهلي وان شاء الله عقبال السوبر بقى باذن الله. الحال ونشوفك على خير باذن الله. بنشكرك على وجودك معانا، واكيد الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان على حسن المتابعه، وباذن الرحمن نشوفكم على خير بكره باذن الله. صباح الفل.